رسائل سريعة. أما الأولى، ألا تحبون الله؟ ألا ترضون بحكم الله؟ أما سمعتم أن الله تعالى يقول إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ لماذا يا رب؟ قال إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الله هو الذي يعلم الفقر خير لك أم الغنى، المرض خير لك أم الشفاء، المال خير لك أو الفقر. الله هو الذي يدبر أمرك. لماذا لا ترضى بقضاء الله وقدره؟ لماذا لا ترضى بحكمه؟ هل تظن أن السخط سوف يعيد لك ما فقدت؟ من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فارضى، ارضى، تعامل مع الكريم الرحيم الذي يسمعك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. والله ما من دعوة أرسلتها إلا فتحت لها أبواب السماء، لكن لله حكمة في عدم الإجابة. وما من طلب طلبته من الله فلم يؤده لك إلا لله حكمة في ذلك. أما مر قول الله عز وجل عليك كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا بد أن تعلم أن الله تعالى يعاملك برحمته، يعاملك بحكمته، يعاملك بعدله. فارضى، ارضى، واصبر، فإن الله تعالى يوفي كل صابر لأجر يوم القيامة. ارضى بالله. ألست كل قوم تقول رضيت بالله يا رب؟ إذن ارضى بحكمه. هذه الرسالة الأولى لقلبك الطيب. أما الرسالة الثانية فأنا أسألك سؤال، هل نحن خالدون في الدنيا؟ أنت روح وجسد، هذا الجسد خالد؟ الروح التي معك هي الخالدة، أما الجسد سيفنى، كلها سنوات وترحل. فلماذا يا أخي الكريم تغضبك هذه الدنيا فتتعلق بها فتبكي عليها حسرة؟ إن أتت أتت وإن ذهبت فإنما عند الله خير وأبقى. أما علمت أن الله يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد؟ كم سيعيش جسدك هذا؟ اسمع ماذا يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم عن تمثيله لحجم الدنيا. يقول ما الدنيا في الآخرة إلا كأن يغمس أحدكم إصبعه في اليم، يعني دخل إصبعك في البحر الذي تخرجه من البحر، هذا هو الدنيا والبحر هو الآخرة. إذن يا أخي اصبر، اصبر. أما وعد الله الصابرين أجرا بغير حساب؟ بل يا أخي أذكرك بأجمل وعد من الله. أليس الله يقول للنفس المطمئنة، النفس الراضية، النفس التي أحبت ربها، النفس التي رضيت بأقدار ربها، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ألا يكفيك هذا؟ اصبر 30 40 50 سنة فهناك رضا، راضية مرضية. شوف الكرم، راضية مثل إيش؟ أنت عليك دين مثلا 100,000، إذا أعطيتك 100,000 فأنت راضي، أليس كذلك؟ لكن إذا أعطيتك 100,000 ثم قلت لك وهذه 100,000 فوقها، ألا تسعد؟ هذه المرضية، يعطيك أكثر، ولذلك لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اصبر، ربك كريم رحيم، وعندما يبتليك فلحكمة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أما الثالثة فأعود للحديث الذي بدأته في خطبتي، غمسة واحدة يوم القيامة ستنسيك كل ما تعيشه من هموم. والله غمسة، يغمس المؤمن الراضي غمسة فيقال له هذا مقعدك لأنك أطعت الله ورضيت بالله. فيا أخي الكريم اعلموا أن الله تعالى رحيم. ماذا يقول الله لي ولك؟ يقول لنبلونكم بشيء من الخوف، ما قال بالخوف. حياتك كلها ليست خوف، وحياتك كلها ليست مرض، وحياتك كلها ليست ديون، هي أيام تمر، ابتلاءات تمر، ثم بعد ذلك إن صبرت فلك الرضا، والله تعالى يربط على قلبك. فقط اربط علاقتك فيه وارضى به، وانشغل، كن ذكي، انشغل بالله، انشغل في حوائج الناس يفرج الله همك. أكثر من الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا.
ومن كل ضيق مخرجة. يربطك الله عز وجل به أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الدعاء كنز من كنوز الجنة. لماذا تكثر منه؟ لأن بالإكثار منه تفتح أمامك كل المغاليق. احسن علاقتك بالله، اصلح، اربط حبلك بالله، فوالله لا يمكن أن يخذل عبد لجأ إلى الله. لأن صلاتك تقوى، ذكرك لله تقوى، استغفارك لله تقوى، إقبالك على الله تقوى. والله قال لك: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فيا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بالخير، فإن الفارج الله جل جلاله. إلى كل من حمل الهموم في قلبه، إلى كل هؤلاء قد تتساءلون: أين الله؟ أين رحمة الله؟ أين عدل الله؟ لماذا لا يستجيب الله لدعائنا ونحن ندعوه الليل والنهار؟ نعم، قد تقول ذلك، فأنا أقول مستعينا بالله لكل هؤلاء: اسمع يا من آلمه المرض، هل تعلم أن أيوب صلى الله عليه وسلم عاش 16 سنة في المرض، وفقد 10 من أولاده في مرضه، وكان من أغنى قومه، وبسبب المرض ذهب كل شيء، حتى إن زوجته باعت ضفائر شعرها ليأكلوا. هل تعلم ذلك؟ هل تعلم يا من مات له حبيب أن حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم دفن 6 من أبنائه وزوجته، وفقد الكثير من أحبابه؟ هل تعلم ذلك؟ إلى من عاش الحرمان، هل تعلم أن يعقوب عليه الصلاة والسلام ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، لأن ابنه أخذ من بين يديه وقد تعلق قلبه به؟ هل تعلم ذلك؟ إلى من ذاق مرارة السجن، هل تعلم أن الكريم يوسف، ابن الكريم يعقوب، ابن الكريم إسحاق، ابن الكريم إبراهيم، عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، سجن ظلما 7 سنين؟ إلى من تغرب عن أحبابه وآلمه فقدهم، هل تعلم أن موسى ذهب طريدا 10 سنوات يشتغل خادما، وهو الذي كان يعيش في قصر الملك عند فرعون؟ إلى من لم يرزقه الله جمال الخلقة، هل تعلم أن الخلقة لا قيمة لها عند الله، وأن الإنسان قيمته بروحه وليس في جسده؟ خذ مثلا قصة جليبيب، بنه جليبيب، صحابي فقير، دميم الخلقة، قصير القامة، أسود الوجه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أدمامة خلقتي تمنعني من دخول الجنة؟ قال: لا يا جليبيب. قال: لماذا إذن أخطب من الناس فلا يزوجوني؟ فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت عندهم بنت من أجمل بنات المدينة وأحسنها شرفا، فلما أتى يخطب ظنوا أنه يخطب ابنتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لهم: إن رسول الله يطلب ابنتكم. فقالوا له: قال: لا لي. فغضبوا ورفضوا، لكن البنت قالت: لا أرد زوجا أرسله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوجها، وفي أيام عرسه فرح بأنه وجد امرأة تقبل به. في أول أيامه ينادي منادي الجهاد فيخرج ويقاتل فيموت فلا يعرفه الناس من كثرة جراحه، فيقوم حبيبكم صلى الله عليه وسلم يبحث عنه، لم يعرفوه أو لم يسألوا عنه أصلا، فقير من الفقراء، من يعرف؟ من يأبه له؟ فيبحث عنه حتى يجده وقد قتل 7، فيضمه إلى صدره ويقول: هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ما منعه أنه ليس بجميل المحيا والشكل؟ لأن الروح هي التي لها قيمة عند الله عز وجل. إلى من عطلته الإعاقة،
بعض الناس قد يتعرض لإعاقة جسدية أو إعاقة في سمعه أو بصره، فتسود الدنيا بوجهه ظانا أن سعادته في هذا الكرسي أن يتخلص منه. هل سمعت بعمرو بن الجموح؟ من هو عمرو بن الجموح؟ هذا رجل معاق أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وله عرجة شديدة، وقال: يا رسول الله أريد الجهاد، إذن لي. فقال: إن الله قد عفى عنك، أنت لست مكلف، لأنه أعرج، عرج شديد. قال: إني أرجو أن أدخل الجنة بعرجتي هذه، فيذهب ويقتل فيبشره الرسول صلى الله عليه وسلم، يبشر أهله بأنه من أهل الجنة وقد وطأ الجنة بعرجته. قيمتك بروحك ليست في جسدك، ليست في جسدك، ليست في خبرته وعلمه سبحانه وتعالى لا يوصف ولا يقدر. ولذلك الإنسان يكتسب الخبرة قليلا قليلا. فأنت ولدت جاهل لا تعرف شيء، ثم تعلمت شؤون الحياة، فإذا استويت وحويت العلم وأصبحت ما شاء الله عليك مرجع، تموت فتدفن. ولذلك أكبر مكان يجتمع فيه العلماء ما هو؟ المقابر، صح ولا لا يا إخوان؟ لأنه جلس 50 60 70 سنة وهو يعمل حتى اكتسب الخبرة، ثم إذا به يدفن. والله ما أقبحها من حياة أن يكون الإنسان عندما يجتمع لديه الخبرة والعلم ثم بعد ذلك يرحل ويترك ما تعب من أجل أن يجمع. هذا البشر. أما ربنا عز وجل فخبرته ليست مكتسبة. يعني إيش معنى؟ ماذا أقصد أنا عندما أقول ليست مكتسبة؟ يعني الآن مثلا السيارات، مثلا قبل 40 سنة هل هي مثل السيارات اليوم؟ كل سنة تتجدد، صح ولا لا؟ وتتنوع وتتطور وتتغير. طيب الإنسان آدم عليه الصلاة والسلام ما هو نفس الإنسان الموجود الآن؟ هل تغير شيء؟ هل في إنسان موديل 2020 وإنسان 2021 وكل سنة في تحسينات وتحديثات؟ ما يمكن أبدا. لماذا؟ لأن هذه الخبرة أن الله يتقن، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الله عز وجل عندما يصنع يبدع. ولذلك سبحان الله العظيم، انظر إلى ما حولك لترى خبرة الله عز وجل في هذا الخلق. مثلا الشمس، هذه الشمس التي فوق ورؤوسنا، ترى هي نفس الشمس اللي شافها آدم، نفسها، واللي شافها نوح، واللي شافها إبراهيم، وشافوها الخلق كلهم منذ أن وجدت، ما تغيرت، وعلى ما هي عليه، وما زالت تشع من ذلك الوقت إلى أن يأذن الله أن تتكور وتذهب. من مدبرها؟ هذا الله عز وجل، هذا الذي أتقن هذا الصنع سبحانه وتعالى. لا تقترب ولا تبتعد. يقولون أهل الطبيعة والعلم أنها لو اقتربت شبر لاحترقت الأرض في ثواني، ولو ابتعدت قليلا لتجمدت الأرض في ثواني. فمن وزنها؟ والشمس تجري لمستقر لها تمشي، والقمر أيضا يجري. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبح. من دبر هذا؟ هذا هو الله عز وجل. أعطيك مثال عجيب. ابنك طفلك، أنت إيش دورك فيه؟ ما هو دورك في تكوين هذا الطفل غير أنك إيش تقذف تلك النطفة ثم تذهب؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ من الذي كونه في بطن أمه؟ من الذي خلقه وأنشأ فيه هذا الخلق والجهاز العصبي والتنفسي والعينان والأذنان؟ ثم إذا اكتمل واكتملت الفترة خرج. فإذا خرج الإنسان، ما رأيكم؟ سؤالي يا أحبابي، لو أن الله كلفنا أن نعلم أطفالنا كيف يرضعون، ايش رأيكم يا أخوان؟ كيف بتعلم طفل رضيع كيف يرضع؟ هل ممكن أحد يقدر يسوي الشيء هذا؟ هذا الخبير أعطاه الله خاصية المص، ولذلك الطفل الصغير أي شيء تضعه في فمه يمص على طول. من علمه؟ هذا هو الخبير جل جلاله. عندما يقول الله في كتابه
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ليش؟ إنه بعباده إيش؟ خبير بصير، بصير بحالنا، يعلم ما الذي يصلح لنا والذي لا يصلح لنا، ويعلم ما الذي ينفعنا والذي يضرنا. يقول الله تعالى في الحديث القدسي، والشيخ ابن باز تكلم عن هذا الحديث وقال سنده لا يعرف لكن معناه صحيح، إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو كان غنيا لطغى، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو كان فقيرا لطغى، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم ولو كان صحيحا لطغى، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا المرض ولو كان سقيما ولو كان صحيحا لطغى. ربك يدبر الأمور بخبرته، الله عز وجل يعرف خصائص كل واحد فينا، يعرف أنك أنت ممتاز جدا في التربية لكنك فاشل في المال، ويعرف أن هذا ممتاز جدا في المال لكنه فاشل مثلا في الحقوق الزوجية، ويعرف أن هذا يصلح أن يكون غني، لماذا؟ لأن عنده جلد يشتغل الليل والنهار ويخدم العباد، ويعرف أن هذا الإنسان ما ينفع فيه أي شيء، لذلك لابد أن يكون لص حرامي عشان الشرطي يترزق الله، وعشان صاحب السجن يترزق الله، وعشان هذا التدبير من أجل أن تحيا الأرض. لأن الله عز وجل لما خلق الخلق قال إني جاعل في الأرض إيش؟ خليفة، خليفة يعني يتخالفون، فعلشان تكتمل دورة الحياة لابد يكون في أغنياء وفي فقراء وأقوياء وضعفاء وظالم ومظلوم ورئيس ومرؤوس وكسير النفس وقوي النفس، لازم تكتمل هذه المنظومة عشان تمشي الحياة، وهذه خبرة الله عز وجل. عشان يا إخواني الذي أريد أن أصل إليه من فهمنا لهذا الاسم أن يكون عندك ثقة بعطايا الله عز وجل. إذا صليت الاستخارة في أي أمر من الأمور ثم استخرت الله خليك واثق. اسمع دعاء الاستخارة ماذا تقول فيه؟ أستخيرك بماذا؟ بعلمك. الآن أنت جالس تكتب وكالة، الحين عندما توكل واحد معناه أنك واثق في هذا الواحد، صح ولا لا؟ أنت الآن جالس توكل الله عز وجل لأمرك. أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر وتسميه زواج، سفر، شراء، بيع، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو عاجل أمري وآجله، فاقدره لي. هذه وحدة. وتشي الثانية؟ ويسره لي. وش الثالثة؟ وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي أو عاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله، فإيش؟ اصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان. ثم ماذا؟ هذه أهم كلمة في الدعاء، ثم رضني به. الرضا، أن ترضى. ما هو إذا استخرت الله في أي أمر ما ثم صرف عنك تزعل وتروح تحاول وتجيب الوسطات وتقلب وليه، ويمكن يضيق صدرك، أو مثلا عندما تصاب بأي أمر من الأمور. احنا الأولى قلنا في موضوع التوكل على الله، خلاص خل عندك ثقة بأن الله إما إن أعطاك فهو أعطاك لأنه يعلم أن هذا لمصلحتك، لأنه خبير وأنت مؤمن بخبرة الله عز وجل، وإن صرف عنك فهو أيضا صرف بخبرته لأنه هو الأعلم بما في مصلحتك. الموضوع الثاني، عندما تأتيك الأقدار، مثلا عندما تصاب بالمرض مثلا، قد تكون معاق، تعيش عمرك كله معاق، لا تزعل، لا تزعل، لا تزعل على ربك. الرضا مطلوب يا أخواني، لازم تكون راضي. ليه؟ لأن الذي أعطاك أو ابتلاك هو الله عز وجل، ما في شيء ينزل ترى من البشر، الله هو المدبر، والله ما في شيء يكون في هذا الكون إلا بعلم الله وتدبير الله. ولذلك عندما تأتي إليك المصيبة أو الابتلاء فكن راضي. البلاء والابتلاء يا إخواني إيش الفرق بينهم؟ ما هو الفرق بينهم يعني في فهمي، ما هو الفرق بينهم في نوع النزول؟ لا، الفرق بينهم في نوع المتلقي. إذا نزلت فيك أي مصيبة فتش في نفسك، ليش نزلت المصيبة هذه؟ إن كان والله أمورك طيبة ومصلح ما بينك وما بين الله، ولا عندك لا فساد ولا عندك أي مشاكل، ثم ابتلاك الله
اقبل. ليه؟ لأن الله هنا صفك في مصاف الأنبياء. إحنا الأنبياء عندهم ذنوب، أشد الناس بلاء منهم الأنبياء. منه النبي الذي دفن ستة من أبنائه بيده، تعرفونه؟ ها؟ منه؟ النبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، خير الخلق، دفن ستة من عياله. ومن هو النبي الذي جلس 16 سنة في المرض حتى مات أولاده وهلك حلاله كله وهو صابر؟ أليس أيوب؟ ومن هو النبي الذي ما أن فرح بالطفل حتى أمر أن يتركه في واد غير ذي زرع يروح يخليه في وسط الجبال السوداء اللي ما يعيش فيها ولا الجن، وما ذلك يروح يستجيب لله؟ أليس هو إبراهيم خليل الله؟ إذن إذا ابتلاك الله وأنت وضعك طيب، الله عز وجل يبغى يرفعك، احمد ربك واشكر. إذا ابتلاك الله عز وجل مثلا وأنت عندك ذنوب، تدري أن عندك ذنوب، تدري أنك والله ظلمت فلان ثم خسرت، انتبه، ترى ذي تنبيه، ترى ربي ينبهك، وأنت أعرف بنفسك وخلك صادق في محاسبة نفسك، ترى ربي ينبهك واحمد ربك إن الله نبهك في الدنيا قبل ما ينبهك في الآخرة. وربنا عز وجل وش يقول؟ يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما إيش؟ كسبت أيدي الناس. طيب ليش؟ قال ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليه يا ربي؟ قال لعلهم يرجعون. عشان تنتبه، ترى احنا أفسدنا عليك هذا المال اللي انت جمعته بالحرام، عشان تنتبه ارجع، ارجع على طول مباشرة. ليه؟ هذا تدبير من الله لك ولمصلحتك. النوع الثالث قد يكون عقاب، عذاب. إنسان ظالم وما في فائدة، نبه ثم نبه ثم نبه ومستمر، يمهله الله حتى إذا أخذه لم يفلت. فنسأل الله أن يكفينا الشر. إذن ما المطلوب؟ أن يكون عندنا ثقة بربنا عز وجل، ثقة بقدره. والله يا أخواني خذوها مني قاعدة، والله ما نزل من فضل، ما نزل من خير إلا بفضل من الله عز وجل، وما نزل من بلاء إلا بحكمة من الله عز وجل. فأنت تتقلب ما بين حكمة الله وما بين عدل الله وفضله سبحانه وتعالى، كلها خير. اللي يجيك من الله ترى كله خير. فالخبير عندما تؤمن فيه لابد أن يكون له أثر عليك، وهو الرضا والثقة، وأن ما أصابك فهو بعلم الله وتدبيره، فتقبل وترضى وتصبر وتحتسب وترضى بحالك وتصلح ما بينك وما بين ربك، لا تضجر على الله ولا تتأفف من أقدار الله. هذا هو الرضا. فإن عشت وعشت على الرضا فأبشر بالخير. رضي الله عنهم وإيش؟ ورضوا عنه. يعني الله عز وجل لما مدح المؤمنين قال أنهم هؤلاء القوم الذين آمنوا بالله وآمنوا برسول الله ورضوا بأقدار الله ورضوا بعطاء الله سوف يرضى الله عنهم. ولذلك يقال له يوم القيامة ادخلي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك إيش؟ راضية مرضية، مو بس راضية فقط، راضية ومرضية. هذا متى؟ إذا عشت على أنك راضي عن الله عز وجل. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما هو رضوان الله؟ رضوان الله أن يعطيك الله. بعدين قال راضية وقال مرضية، ايش الفرق بين راضي ومرضية؟ يعني نفرض انك انت مثلا عليك دين مثلا 10,000، زين، اذا اعطيناك 10,000 ترضى ولا ما ترضى؟ تقول جزاكم الله خير والله رضيتوني. طيب اذا اعطيناك فوق 10 10، هذه المرضية، هذه هي المرضية. وهل عطاء الله هو عطاء المرضي فقط؟ عطاء الله فوق ما تظن. ولذلك يقول عن اهل الجنة لهم ما يشاءون فيها وايش؟ ولدينا مزيد. شيء ما يخطر على بالك، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيا أحبابي حديثي اليوم لكم هو أن نعرف كيف يكون لأسماء الله أثر على حياتنا. هذا هو المهم. ترى مو المهم أنك تحفظ الأسماء، المهم أنك تحفظها ويكون لها أثر لك. حنا اليوم تكلمنا عن اسم الله الخبير، أنا متأكد لما تأخذ نفس الطريقة هذه في اسم الله العليم والحكيم والرحيم والودود واللطيف والجبار ستعيش في كل أمان وكل اطمئنان وكل راحة بال. وحبوا ربكم يا أخوان، حبوه، والله إن الله أرحم بنا من أمهاتنا. والله سبحانه وتعالى هو الوحيد
الذي إذا لم تقف ببابه كل يوم وتطرق بابه يغضب عليك. قف بأبواب الناس، شوف كيف يعاملونك الناس، وقف بباب الله وانظر ماذا يفعل الله بك. فلذلك يا أحبابي أوصي نفسي وأوصيكم معي بالقرب من الله والرضا بأقدار الله، وأن نعلم أن ما أصابنا فهو بعلم من الله وبعدل من الله وبرحمة من الله، وأبشر بخير عظيم. فربنا عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث ذكرني، فأحسن ظنكم بربكم وأبشر بالخير. أسأل الله تعالى أن يفرج هم المهمومين وأن ينفس كرب المكروبين، وأن يجعلنا وإياكم ممن رضوا به ربا وبالإسلام دينا، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وصلى الله على نبينا محمد. الله تعالى إذا أحب عبدا عصمه من النار وأدخله الجنة. ففي حديث أنس رضي الله عنه قال: كان صبي على ظهر الطريق، فمر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ناس من أصحابه، فلما رأت أم الصبي القوم خشيت أن يوطأ ابنها، فسعته حملته وقالت: ابني ابني. فقال القوم: يا رسول الله، هذه المرأة ما أظنها تلقي بابنها في النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولا يلقي الله حبيبه في النار. وفي رواية أخرى لهذا الحديث تبين رحمة الله بعباده وحب الله لعباده في تلك المعركة العظيمة التي قتل فيها الناس كثرة، غزوة من الغزوات. أقبلت أم تركض من بين الناس، وهذا يبكي وهذا يصيح وهذا مقطع وهذا يحتضر، خوف وهلع في قلب الأم يكاد ينخلع من مكانه من خوفها. لماذا تخاف؟ لأن ابنها الرضيع مفقود بين هاته الجثث وبين هؤلاء المصابين. فما أن وجدته حتى ضمته إلى صدرها وألقمته ثديها، فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه: أتظنون أن هاته تلقي بابنها بعد أن وجدته؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تستطيع أن لا تلقيه، لا يمكن أن تلقيه. قال: لله أرحم بعباده من هاته بابنها. إذن الله عز وجل يحبنا ويكرمنا ويرحمنا ويعاملنا بفضله جل جلاله. من حب الله لنا أنه يفتح لنا أبواب التوبة. فالباب الوحيد الذي لا يغلق في وجهك أيها الإنسان إلا إذا غرغرت روحك هو باب التوبة. باب التوبة مفتوح حتى تغرغر الروح، أو حتى تخرج الشمس من مغربها وليس من مشرقها. بل إن الله عز وجل من حبه لعباده أنه يعينهم على فعل الخير، فيأمر الله تبارك وتعالى ملائكته فيقول لهم: إذا هم عبدي بالحسنة فعملها فاكتبوها له عشرا، وإذا لم يعملها فاكتبوها حسنة، وإذا هم عبدي بالسيئة فعملها اكتبوها سيئة واحدة، فإذا لم يعملها اكتبوها حسنة. أليس هذا دليل على أن الله يحب عبده؟ بل إنه ورد في بعض الآثار أن ملك الحسنات يقول لملك السيئات: انتظر، لا تكتب السيئة، انتظر لعله أن يتوب، لعله أن يستغفر، يؤخره حتى إذا فعل ذنبا آخر قال: اكتبها حتى لا تضيع الأولى. وما أن يتوب العبد ويتبع السيئات بالحسنات حتى تمحوها. أليس هذا علامة حب من الله لعباده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ذات يوم وأصحابه كانوا في صلاة المغرب، فيأتي وهو يركض رافع حاسر ثوبه. تخيلوا شكل واحد، يعني شكله كذا كأنه فرحان وجاي يبشر الناس، كان يركض رافع ثوبه إلى نصف ساقه، يعني إلى ركبته، وماسك ثوبه فرحان. الرسول عليه الصلاة والسلام، في الرسول هنا وقف أمام الصحابة وقال: إن الله يباهي بكم ملائكته، يقول: هؤلاء عبدي أدوا فريضة وهم ينتظرون الأخرى. أليس هذا علامة حب من الله عز وجل لعباده؟ الله تبارك وتعالى من حبه لعباده أن أعطاهم أعمال يسيرة تأتي لهم بأجور عظيمة.
جلست جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها في مصلاها تصلي وجلست تذكر الله حتى ارتفعت الشمس. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر وصلى وعاد وإذا بها ما زالت في مصلاها، فقال منذ متى وأنت هكذا؟ قالت منذ أن صليت الفجر يا رسول الله. قال لقد قلت أربع كلمات تعدل كل ما عملتي: سبحان الله بحمد عدد خلقه، سبحان الله بحمد زينة عرشه، سبحان الله بحمد رضا نفسه، سبحان الله بحمد امداد كلماته. الله أكبر، أليس هذا علامة حب من الله لعباده أن يعطيهم أعمال يسيرة ذات أجور عظيمة؟ بل اسمعوا لقصة ذلك الرجل التائب الذي كلكم تعرفونها، لكن جميل أن نسردها في هذا الموقف. موسى عليه الصلاة والسلام يخرج ذات يوم ومعه قومه، فتأخروا في سفرهم فانقطع عنهم الماء، ما معهم ماء، فقالوا يا نبي الله أنت كريم الله، قم وناجي الله، ادعوه أن يخرج لنا، أن ينزل علينا المطر أو أن نجد الماء. فقام موسى عليه الصلاة والسلام يستسقي: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فقال الله له: يا موسى إن في جيشك، وكان عدد الجيش قرابة 20,000 مقاتل، قال إن في جيشك رجل يحاربني بالمعاصي منذ 20 سنة، إن في جيشك يعني في الآلاف هذا اللي بينك واحد يعصيني من 20 سنة والمطر لن ينزل مدام هذا العاصي بينكم، أخرجوه. فإذا خرج العاصي نزل المطر، فيقوم موسى منادي: يا قوم العاصي يخرج لا نهلك بسببه، ويبدأ يذكر الناس ويخوف الناس ويذكرهم بالله، والناس ما بين باكي وما بين تائب وما بين منيب. فهذا العاصي عرف أنه هو المقصود، التفت يمنه فإذا الناس ما بين باك ومستغفر ويسره وأمامه وخلفه، فعرف أنه هو المقصود وأنه هو العاصي، فأدخل وجهه في وسط ثوبه لا يراه إلا الله ولا يسمعه إلا الله، وناجى ربه القريب ممن دعاه سبحانه، وقال: يا رب إن أنا خرجت افتضحت فضيحة، إذا أنا طلعت الحين قدام الناس فضيحة يا رب، وإن أنا بقيت لم ينزل المطر، يا ربي ما الحل؟ اللهم إني تائب يا الله فاقبل توبتي، اللهم إني تائب فاقبل توبتي. وبدأ يبكي، يبكي بكاء الصادق المتضرع الذي يعلم أن الله يسمعه وأن الله قريب منه وأن الله يغفر الذنب مهما عظم، وهو في بكائه وفي خشوعه، وما هي إلا دقائق وإذا بالسحب تأتي من يمنة ومن يسرة من كل مكان حتى تصطك السماء بالغمام وينزل البطر ويشرب الناس. فيقوم موسى ويقول: يا رب نزل المطر وما خرج العاصي، نزل المطر وما خرج العاصي. فيقول الله له: بسبب ذنوبه منعتم القطر من السماء، وبسبب توبته جاءكم القطر من السماء. الحديث لم ينتهي يا أخواتي، أعظم موقف في الحديث هذا الذي أذكره لكم. ماذا قال موسى؟ قال: يا رب أين هذا الذي كدنا أن نهلك بسببه ثم أنقذتنا بسببه؟ دلني عليه، هذا الإنسان الصادق دلني عليه، أريد أن أعرفه يا رب. فماذا قال الله؟ قال: يا موسى سترته 20 سنة وهو يعصيني، سترته 20 سنة وهو يعصيني، أفأفضحه بعد أن تاب إلي؟ الله أكبر، ما أعظم الله وما أعظم حب الله لنا. لو جلسنا نتكلم عن حب الله لعباده لما كفانا الوقت، فالله عز وجل قد أغرقنا بفضائله، فما بنا من نعمة فهي من الله عز وجل. فهذه هذا هو عطاء الله. إذن على العبد المؤمن أن يعلم أن مهما قدم فإنه لن يوفي ربنا حقه. وجدت بابه مفتوحا، وإذا ضاقت النفس تنفست بسجدة بين يديه، إنه الله أنيس القلوب المجروحة وملاذ الأرواح المكروبة وفرج الهموم المتلاطمة، هو رجاء كل خائف وأمل كل مؤمن. أعطني قلبك يا من أنهكتك الدنيا وأبعدتك عن الله،
قل لي بربك ما هي ملذات الدنيا التي أشغلتنا عن ربنا. إذا أردت أن تسأل عن نعمة الطعام فاسأل الجائع، وإذا أردت أن تسأل عن نعمة الولد فاسأل العقيم، وإذا أردت أن تسأل عن نعمة الصحة فاسأل المريض، وإذا أردت أن تسأل عن نعمة النوم فاسأل المهموم، وإذا أردت أن تعرف نعمة الجسد فاسأل المعاق. كل نعيم الدنيا لا نعرف لذته إلا إذا حرمنا منه، ولا نستمتع به إلا إذا حصلنا عليه بعد الفقد. الشبعان لو أعطيته أكل ما تلذذ به، والقوي لو أعطيته قوة أكثر ما تلذذ بها، هو قوي لكن عندما يحرم منها يشتاق إلى النعمة. هذا نعيم الدنيا الذي نسعى من خلفه، لا يأتي إلا بعد حرمان ومحدود، سيؤخذ منك في يوم من الأيام. لكن القرب من الله، نعمة الإيمان والأنس بالله، لا يعرفها إلا من امتلأ قلبه بحب الله. نعمة لا تفتقد، فهي معك منذ أن ولدت في فطرتك، قريبة منك. فلذلك الجأ إلى الله ولا تبتعد عن الله، وبادر إلى الله عز وجل، فوالله إنه ملاذك في كل أمورك. ودعني أحدثك عن الله عز وجل. لماذا أحدثك عن الله؟ لأني أعرف أن الإيمان إذا دخل في القلب قلب حال الإنسان. قل لي بربك من الذي قلب حال عمر من عابد التمر إلى فاروق الإسلام؟ وما الذي قلب مصعب بن عمير من دليل أمه إلى أول سفير في الإسلام؟ وما الذي جعل عرش الرحمن يهتز لموت سعد بن معاذ وهو الذي ما أسلم إلا سنين قليلة؟ وما الذي جعل ماشطة بنت فرعون يشوى أولادها أمام عينيها فتصبر، ويقتلون أمام عينيها فتصبر، إلا أنها آمنت بالله وضحت بروحها لله؟ فهل خذلها الله؟ يوم أن أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم عرج به، شم رائحة طيبة بين السماء والأرض، فقال هذه رائحة ماذا؟ قالوا هذه ماشطة بنت فرعون المؤمنة التي ماتت لله، الله عز وجل خلد ريحها بين السماء والأرض. إذن الأنس بالله عز وجل هو الحب الحقيقي، فالجأ إلى الله عز وجل. قد يسمع من ختم على قلبه مثل هذا الحديث فلا يعجبه. لا يا أخي الكريم، لا يا أخي الكريم، انتبه، انتبه أن يغفلك الشيطان. فإن من علامة حب الله للعبد أن يوفقه الله للعمل الصالح، ومن علامة إعراض الله عن العبد أن ينساه الله ويمده في طغيانه يعبث. فلذلك إذا رأيت من نفسك إدبارا عن الله وإقبالا على كل ما لا يرضي الله فانتبه لنفسك. كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الله غني وليس بحاجة أحد من خلقه. ولذلك دعوني أحدثكم عن الله عز وجل الملك الجبار، لأننا إذا عظمنا الله في النفوس فإن الله تبارك وتعالى يعيننا على أنفسنا. من هو الله؟ أتريد أن تعرف عظمة الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى أرفع رأسك إلى السماء، فوقك سماء عظيمة جدا فيها نجوم وشموس وكواكب، هاته السماء فوقها ست سماوات، سبع سماوات فوق بعضها البعض طباقا. يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما من شبر في هاته السماوات إلا وملك ساجد لله أو راكع. أسألك بالله، ملك هذا خلق من خلقه، هل تنفعه طاعتنا أو تضره معصيتنا؟ إذن نحن الفقراء إلى الله عز وجل. أيها المؤمنون، أيها الكرام، الله سبحانه وتعالى إذا أردنا أن نتحدث عن حلمه فانظر مثلا، انظر مثلا إلى حالنا. أسألك بالله، هل تستطيع أن تعصي الله عز وجل في مكان لا يراك الله فيه؟ أو هل تستطيع ألا تتقوى على رزق أعطاك الله إياه من أجل أن تعصي الله عز وجل به؟ أو هل تستطيع أن تقول شيئا فلا يسمعه الله عز وجل؟ بل اسألك سؤال، لو جاءك ملك الموت
وأنت على ذنبك ومعصيتك. ثم قال لك هيا لنرحل. هل تستطيع أن تقول له اذهب وارجع لي لاحقا؟ لا نستطيع. لماذا؟ لأنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سبحان الله، نعلم أن الله يرانا وأن الله عز وجل يسمعنا وأن الله يرزقنا وأننا لا نملك قرار حياتنا، ومع ذلك نقع فيما يغضب الله، فما أحلم الله عز وجل علينا. الستر، الستر هذه النعمة العظمى. ما رأيك لو أن كل واحد منا عليه كاميرات؟ بالله عليكم، هل كثير مما نعملها الآن نعمل؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أفلا نستحي من الله عز وجل؟ البارح ماذا عملنا؟ أنا وأنت أعرف بما عملنا البارح، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. هل قمت الصباح فوجدت أن هناك نعمة مفقودة؟ أم أنك ما زلت تتنفس وتأكل وتشرب وأولادك آمنون ورزقك لم ينقطع؟ فما أعظم ستر الله عز وجل علينا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الله تعالى يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملا وأملأ يديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، ما هو تفرغ لعبادتي أن تقعد في المسجد، لا، أن تجعل الله عظيم في قلبك، تبيع وتشتري تراقب الله، تنظر إلى شيء تراقب الله، تسافر تراقب الله، دائما همك الله، هذه هي العبادة. أن يكون العبادة كل عمل يحبه الله عز وجل ويرضى. تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملا ويديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. فعودوا إلى الله يا كرام، عودوا إلى من بسط يداه للسائلين، وانتبهوا من التنازل عن الدين. وأحذر نفسي وإياكم من الغفلة. ما الذي حل بنا يا كرام؟ ما الذي حل بنا حتى رأينا الناس تتساهل في دين الله عز وجل؟ ألسنا الآن نجد من يبحث عن كل ما يسهل ويرخي عليه الدين، يبحث عن الفتاوى المتضاربة، يبحث عن كل شيء يبعده ويجعله مرتاح حتى ولو كان خطأ أو في شبهة كبيرة. لماذا يا كرام؟ لماذا ديننا أصبحنا نأخذه من هب ودب؟ لماذا؟ لماذا أصبحنا لا نريد أن نسمع شيء عن الدين؟ الإنسان يجلس على جواله الساعات والأيام لا يسمع نصيحة أو موعظة أو آية. لماذا؟ لماذا؟ هل لهذه الدرجة أبعدت قلوبنا عن الله عز وجل؟ إلى ابنتي التي خرجت ونزعت حجابها الذي كان هو جمالها وسترها فكشفت وجهها للناس، ماذا تريدين؟ المال؟ الشهرة؟ أين الحياء؟ ما الذي حدث يا قوم؟ ما الذي حدث حتى أصبحنا نفتقد شباب كالزهور كانوا في المساجد والحلقات وأصبحنا لا نراهم الآن، بل ابتعدوا؟ ما الغفلة هذه؟ لماذا يا كرام؟ ما الذي حل بنا؟ المحلات تفتح وقت الصلوات، لماذا؟ يوم كانت الهيئة تشتغل كانت تقفل، فلما تراخت الهيئة قليلا فتحناها. أكنا نصلي للهيئة أم لله؟ ماذا بنا يا قوم؟ يمر علينا الصلاة والصلاة والصلاة ونحن لا نصلي، ويمر علينا أسبوع أسبوعين وشهر لا نصلي الفجر في المسجد. لماذا يا ناس؟ نتق الله في أنفسنا، والله إننا فقراء إلى الله ومحتاجون إليه. إننا ما بيننا وبين الرحيل من هذه الدنيا التي نتعب من أجلها إلا أن يقال فلان مات، ومتى سيأتيك الموت؟ فلنتق الله يا كرام، فإن القلب ينفطر لما يراه من حال المسلمين الآن من بعد عن الدين، من قسوة، من غفلة، من تعلق بالدنيا. فنسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا. اللهم إنا قلوبنا بين أصابعك تقلبها كيف تشاء. اللهم اطرح في قلوبنا من خشيتك ما يجعلنا لا نتنازل عن شيء من ديننا، وثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك وأنت. إنه الله الذي إذا جرحك البشر رفعت رأسك إليه، وإذا أغلقت أبواب البشر
وجدت بابه مفتوحا، وإذا ضاقت النفس تنفست بسجدة بين يديه. إنه الله أنيس القلوب المجروحة وملاذ الأرواح المكروبة وفرج الهموم المتلاطمة، هو رجاء كل خائف وأمل كل مؤمن. أعطني قلبك يا من أنهكتك الدنيا وأبعدتك عن الله. قل لي بربك ما هي ملذات الدنيا التي أشغلتنا عن ربنا. إذا أردت أن تسأل عن نعمة الطعام فاسأل الجائع، وإذا أردت أن تسأل عن نعمة الولد فاسأل العقيم، وإذا أردت أن تسأل عن نعمة الصحة فاسأل المريض، وإذا أردت أن تسأل عن نعمة النوم فاسأل المهموم، وإذا أردت أن تعرف نعمة الجسد فاسأل المعاق. كل نعيم الدنيا لا نعرف لذته إلا إذا حرمنا منه، ولا نستمتع به إلا إذا حصلنا عليه بعد الفقد. الشبعان لو أعطيته أكل ما تلذذ به، والقوي لو أعطيته قوة أكثر ما تلذذ بها، هو قوي لكن عندما يحرم منها يشتاق إلى النعمة. هذا نعيم الدنيا الذي نسعى من خلفه، لا يأتي إلا بعد حرمان ومحدود، سيؤخذ منك في يوم من الأيام. لكن القرب من الله، نعمة الإيمان والأنس بالله، لا يعرفها إلا من امتلأ قلبه بحب الله. نعمة لا تفتقد، فهي معك منذ أن ولدت في فطرتك، قريبة منك. فلذلك الجأ إلى الله ولا تبتعد عن الله، وبادر إلى الله عز وجل، فوالله إنه ملاذك في كل أمورك. ودعني أحدثك عن الله عز وجل. لماذا أحدثك عن الله؟ لأني أعرف أن الإيمان إذا دخل في القلب قلب حال الإنسان. قل لي بربك من الذي قلب حال عمر من عابد التمر إلى فاروق الإسلام؟ وما الذي قلب مصعب بن عمير من دليل أمه إلى أول سفير في الإسلام؟ وما الذي جعل عرش الرحمن يهتز لموت سعد بن معاذ وهو الذي ما أسلم إلا سنين قليلة؟ وما الذي جعل ماشطة بنت فرعون يشوى أولادها أمام عينيها فتصبر، ويقتلون أمام عينيها فتصبر، إلا أنها آمنت بالله وضحت بروحها لله؟ فهل خذلها الله؟ يوم أن أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم عرج به، شم رائحة طيبة بين السماء والأرض، فقال هذه رائحة ماذا؟ قالوا هذه ماشطة بنت فرعون المؤمنة التي ماتت لله، الله عز وجل خلد ريحها بين السماء والأرض. إذن الأنس بالله عز وجل هو الحب الحقيقي، فالجأ إلى الله عز وجل. قد يسمع من ختم على قلبه مثل هذا الحديث فلا يعجبه. لا يا أخي الكريم، لا يا أخي الكريم، انتبه، انتبه أن يغفلك الشيطان. فإن من علامة حب الله للعبد أن يوفقه الله للعمل الصالح، ومن علامة إعراض الله عن العبد أن ينساه الله ويمده في طغيانه يعبث. فلذلك إذا رأيت من نفسك إدبارا عن الله وإقبالا على كل ما لا يرضي الله فانتبه لنفسك. كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الله غني وليس بحاجة أحد من خلقه. ولذلك دعوني أحدثكم عن الله عز وجل الملك الجبار، لأننا إذا عظمنا الله في النفوس فإن الله تبارك وتعالى يعيننا على أنفسنا. من هو الله؟ أتريد أن تعرف عظمة الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى أرفع رأسك إلى السماء، فوقك سماء عظيمة جدا فيها نجوم وشموس وكواكب، هذه السماء فوقها ست سماوات، سبع سماوات فوق بعضها البعض طباقا. يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما من شبر في هذه السماوات إلا وملك ساجد لله أو راكع. أسألك بالله، ملك هذا خلق من خلقه، هل تنفعه طاعتنا أو تضره معصيتنا؟ إذا نحن الفقراء إلى الله عز وجل. أيها المؤمنون، أيها الكرام، الله سبحانه وتعالى إذا أردنا أن نتحدث عن حلمه فانظر مثلا، انظر مثلا إلى حالنا. أسألك بالله، هل تستطيع
أن تعصي الله عز وجل في مكان لا يراك الله فيه؟ أو هل تستطيع ألا تتقوى على رزق أعطاك الله إياه من أجل أن تعصي الله عز وجل به؟ أو هل تستطيع؟ دائما ارتبط بربك، لازم يكون عندك ثقة بالله وحسن ظن بالله. حسن الظن والثقة بالله هي التي تمشي حياتك، تخليك مرتاح البال، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما بك من نعمة فهي من الله سبحانه وتعالى. فلا تبطر على الناس ولا تتكبر، لأنك تعلم أنك ضعيف وبدون الله أنت لا شيء. رزقك عندما تبحث عن رزقك ما تطلبه بما حرم الله، لماذا؟ لأنك تعلم أن الرزق من الله، فلا تطلبه بما حرم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الرب إذا أردت أن تنمي ثقتك بربك، أبعطيك بعض الأشياء تساعدك. أولا، تؤمن باسم الرب. ما معنى الرب؟ حنا ده أول كلمة نقولها، ما هي؟ الحمد لله إيش؟ رب العالمين. من هو الرب؟ الرب هو الذي يربي عباده. الله تبارك وتعالى يربينا ونحن ملكه، صح ولا لا؟ ألسنا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ نحن عبيده، نحن خلقه، يدبرنا كيف يشاء. هو الذي يعلم في مصالحنا، منا من لا يصلح إلا أن يكون فقيرا، ومنا من لا يصلح إلا أن يكون غنيا، ومنا من لا يصلح إلا أن يكون قويا وآخر ضعيف. وهذا تدبير الله. إذا أنت واثق بالله، والله مهما تأتيك من الأقدار تكون مطمئن، تقول أنا أعلم أن ربي هو الذي يربيني وليس أنا. فما ظنكم برب العالمين، هذه آية ضعها دائما أمام عينيك. إذا أردت أن تقوي ثقتك لازم تعظم التوحيد في قلبك. لماذا؟ لأن الذين يعظمون التوحيد الله يعينهم. أما قرأتم قول الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك ماذا لهم؟ لهم الأمن وهم مهتدون. يعينك الله عز وجل. ولذلك انتبه لتوحيدك أن يهتز، وثقتك بالله أن تهتز. مما يقوي الثقة في قلبك القرب من الله. كيف؟ أليس الله يقول لي ولك وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؟ الله، إذا أحبك الله، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. خلوا بس يحبك وشوفوا ماذا يفعل فيك الله سبحانه وتعالى. والله يمكن تكون في قمة المرض وتكون سعيد، قذف القناعة في قلبك والرضا. يمكن تكون في قمة الفقر وسعيد، أعطاك شيء ما تشتريه في الأسواق ولا تجده عند البشر. هذه هو الثقة وحسن الظن بالله. ليه؟ لأنك أنت يا المريض يا الفقير يا المتغرب يا أي مصائب الدنيا، يعني كم ستعيش؟ 50 سنة؟ 100 سنة؟ ثم ماذا؟ ثم ستعود إليه. فلما تعود وإذا بك صابر محتسب راضي شاكر، أعطاك جنة لا تبيد أبدا. هذا عطاء الله عز وجل. فانتبه، لا تزعل على ربك ولا تغضب على الله، لا 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 لا، خلك واثق أن ما عند الله خير مما عندك. تذكر دائما قوله جل جلاله وأنا معه حيث ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الملأ الذي ذكرني فيه. إذا كان الله دائما يذكرك فهل تنسى؟ إذن أكثر من ذكر الله، سبح، هلل، اقرأ القرآن، حاول أنك ما تنقطع عن عبادة فيها ذكر. دائما اجعل لسانك رطب في الذكر، ما هو تجلس أمام الأجهزة بالساعات وقليل من يذكر الله سبحانه وتعالى. ثم يقول يا أخي وين ربي؟ وين ربك أنت؟ وين عن ربك أنت؟ وينك عن ربك أنت؟ أنت وينك عن ربك أنت؟ آخر اهتماماتك ربك، وتبغى ربك يعطيك كل شيء. ما هو معقول يا جماعة. لازم أنت تكون قوي الصلة بالله. صلاتك أعظم حبل يصلك بالله هو الصلاة. فرضها بنفسه من حبها لها، وخلاها تراها 50 في اليوم الليلة، لكن رحمة الله فينا صارت 5.
كيف الصلاة في قلبك أنت؟ على ما تشتهي ولا على ما يريد ربك؟ أنت الأبخص في نفسك، أنت محتاج الله يا جماعة، والله حنا المحتاجين لله. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، انتبه لنفسك. صل الفجر تكون في ذمته إلى المساء، صل العشاء يكتب لك قيام نصف الليل، صل العصر تشهد لك الملائكة. الصلوات هذه قرب. الرسول عليه الصلاة والسلام وش يقول؟ يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم من 5 مرات هل يبقى من درنه من شيء؟ أنت لو تروش 5 مرات والله أنت تصير أنظف واحد في الدنيا. طيب هذا الذي يصلي ينظف الذنوب، نظافة الذنوب إيش معناها؟ قوة الإيمان، القرب من الله، أن يكون الله وليك. ثم خذ ما عند الله من العطايا. عليك أيضا بالدعاء، الدعاء يا إخوة لا تقطع الدعاء، ارفع يديك دائما وقل يا رب، وابحث عن مستجاب الدعوة. منهم أكثر وأعظم مستجاب الدعوة؟ أمك وأبوك. أكثر 2 يؤثرون في حياتك أمك وأبوك، كيف علاقتك فيهم؟ هم يدعون لك ويدعون عليك، أصلح ما بينك وبينهم وارفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى. بعدين يا أخواني شوفوا، لا يعني لا تظن أنك إذا دعيت وما أعطاك معناه في مشكلة، لا لا مو صحيح، مو صحيح. والله يا إخوان أنا دائما أقف مع قصة يعقوب عليه الصلاة والسلام ويوسف. يعقوب فقد ابنه يا أحبابي. يعقوب منه موظف ولا رجال عادي؟ يعقوب نبي، ابنه إسحاق نبي، ابنه إبراهيم نبي، وابنه الذي فقده يوسف نبي، كلها سلسلة أنبياء، ومع ذلك يفقد ابنه ويعلم أن ابنه ما مات، وهذا أعظم الحزن وأعظم الفقد. شوف كيف الابتلاء، ما بحنا الواحد لا جاء شوية دين ولا شيء قال أنا وأنا وأنا، يا أخي هذا الابتلاء ما هو ابتلاءاتنا، وكل ومن حكمة الله يا أحبابي أن أشد أنواع البلاء نزلت على الأنبياء. من اللي دفن 6 من أولاده؟ من هو؟ أليس محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله؟ 6 يدفنهم عليه الصلاة والسلام، ويقذف في عرضه، ويسلب ماله، ويوصف بأقبح الصفات، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. إيش عاد انت؟ يعقوب ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم على ابنه، ومع ذلك ما زعل على ربه، استمر يدعو ربه، وما أجاب الله دعاءه إلا بعد 40 سنة. ليه؟ ما هو لأن الله ما يحبه، لا، الله جالس يدبر أمور ثانية هناك. لازم يطلع ابنك يا يعقوب ويروح في ذيك البير المعينة، لأن في قافلة ستحمله ليذهب به إلى مصر، ولابد أن يدخل على بيت عزيز مصر، ولازم يسجن عشان يصل إلى الملك. هذه سلسلة، هذا هو اللطيف، هذا هو التدبير. أنت لما تكون تحب الله ترضى بكل شيء، لكن لا صار إيمانك ضعيف أي شيء يزعلك. إخواني لازم نحيي الثقة في قلوبنا بربنا جل جلاله. وأنا أرجوك افتح جهازك اليوم وقل: كيف أنمي ثقتي بربي؟ واسمعوا، اسمعوا للعلماء، اسمعوا للمربين، علشان تنمو ثقتك بالله. لأن كل ما نمت ثقتك ابشر والله بالعطايا من الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله سبحانه وتعالى يا إخوة هو أرحم الراحمين. ولو قيل لك أن الذي سيحاسبك يوم القيامة هو أمك، ترتاح ولا ما ترتاح؟ جابوني يا إخوان، تطمئن. إذا عرفت أن أمك اللي بتحاسبك واللي بيدها جنة نارك، والله ترتاح. فمن أرحم بك بالله عليك، الله أم أمك؟ ألم ينزل الله عز وجل رحمة واحدة من رحماته 100 ووزع هذه الرحمة على كل أمهات الدنيا، مو أمك وأمي بس، أمهات الطير والإنس والحيوان وكل أم وغيرهم من البشر كلهم يجتمعون في رحمة واحدة. هنا يبعث الرجاء في قلبك فتعلم أنك مقبل على رحيم. وخذ هذا الحديث الآخر،
لكي أرسخ الرجاء في قلبك. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل على ظهر دابة، فالرسول يسأل معاذ ويقول: يا معاذ، ما حق الله على العباد؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الحمد لله، كلنا من أهل التوحيد. والله لا طفنا بصنم ولا طفنا بقبر ولا ذبحنا لغير الله، وأسأل الله أن يثبتنا على هذا التوحيد. قل آمين يا إخوان. ثم سكت قليلا عليه الصلاة والسلام، اسمع الكلام، ثم التفت مرة ثانية وقال: يا معاذ، ما حق العباد على الله؟ يا إخوان، والله هذه كلمة عظيمة، أن يكون لنا نحن حق على الله عز وجل. من نحن أصلا في ملك الله؟ ترى حنا يا الإنس، وخاصة الذين يموت على التوحيد، قلة. تدري كم حجم الذين يموتون على التوحيد بالنسبة لسائر البشر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. لا شيء، نسبة بسيطة، ومع ذلك لك حق على الله عز وجل، وهذا من فضل الله وعظيم رحمته. قال الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم ما داموا لا يشركون به شيئا. الله أكبر يا أخي، شوف، ما دامك تموت على التوحيد بشر الخير. هذا الأمر يجعلك تطمئن وتعيش وأنت واثق أن الله عز وجل سيفتح لك أبواب الخير والرحمة. لكن أيضا لازم تنتبه، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ومباشرة بعدها ايش يقول؟ وأن عذابي هو العذاب الأليم. انتبه، لا تأمن مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولكي أوضح لك أو أقرب لك الصورة، لننتقل إلى صورة من صور يوم القيامة ذكرها الله في القرآن. عندما يذكر الله يا أحبابي لنا شيء في القرآن، نصدقه ولا ما نصدقه؟ نصدق. طب إذا أقسم عليه، يعني الله بحاجة أنه يقسم يا جماعة؟ لكن يقسم ليثبت لك أمر سيحدث يوم القيامة. والعجيب أنه لم يقسم بأي شيء، أقسم بأعظم ما يقسم به، أعظم بنفسه جل جلاله. يعني شوف عظمة الأمر، الأمر عظيم. يقسم بنفسه في كتابه أنه سيحدث يوم القيامة حدث. ما هو الحدث؟ لما الذين ينكرون البعث شكوا في أن الله يبعثهم يوم القيامة، ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ فيرد الله عليه: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ شف يا أخي، أنت لما تعرف ماذا كنت أصلا ثم تكونت، والله تستصغر نفسك، وهنا تبان لك عظمة الله. ثم ماذا قال بعدها؟ قال: فوربك، يقسم هنا بنفسه، لنحشرنهم، هؤلاء الذين أنكروا البعث، والشياطين مع شياطينهم الذين أغووهم. ولذلك شوف، أنا لما أقول لك نعمة التوحيد تمسك فيها حتى لا يصل العبد إلى هذه المكانة. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم إيش؟ جثية. إيش معنى جثية؟ ساقطون على الركب من شدة الخوف. يا له من موقف رهيب، وكيف لا يخافون وهم قد أتوا إلى يوم القيامة، دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، 4,900,000,000 ملك يسحبون النار يا إخوان. ثم بعد ذلك يجري عليهم العذاب. يزداد خوفك عندما تكمل الآيات إلى أن تصل إلى قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها. قال الله: إن منكم، هنا لم يستثني الطغاة وغير الطغاة، حتى الأنبياء، حتى الصالحين، حتى الشهداء، حتى الصديقين، كلهم يردون على جهنم. ما هي جهنم؟ هي حفرة. كم عمقها؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فسمع صوت ضربة وجبة، فقال: تعلمون ما هذا الصوت؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي في النار من 70 سنة الآن وصل إلى قعرها. يا الله يا أخوان، إيش الحفرة هذه اللي غوطها وعمقها 70 سنة؟ الحين الطيارة اللي فوقك هذه لو ترمي حجر كم يستغرق من وقت حتى يصل إلى الأرض يا أخوان؟
ثواني. ومع ذلك تخيل نار حجمها من الطيارة إلى هذا، ثم ماذا ينصب عليها؟ صراط أدق من الشعرة، أدق من الشعر يا إخوان، الطريق الوحيد فيها صراط أدق من الشعر، أحد من السيف، وله روغان وحولك لذيذ. فلا تخاف هنا من الله عز وجل، لأنك ستمر. الله ما استثنى أحد، كلنا نحن وغيرنا سنمر. يقول الله سبحانه وتعالى: ثم إيش؟ ينجو الذين اتقوا ولا ننجي الذين اتقوا؟ جاوبوني يا أخوان. قال: ثم ننجي الذين اتقوا. لم يقل ينجو، لأنه لو قال ينجو لنجونا حنا بأعمالنا، صحيح؟ لكنه لم يقل ينجو، قال ننجي. هنا تعلم أنت كم أنت فقير لله عز وجل يا أحبابي. والله إننا فقراء من الله، لن ينجو من ذلك الموقف إلا من نجاهم الله. طيب من هم الذين ننجيهم الله؟ قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. شوف الظالم هناك حشر هو الشياطين، ولما مر على جهنم سقط في الاختبار وذهب إلى قعر جهنم. أما أنت إذا عشت على التقوى ومت على التقوى، والله لا يخذلك الله عز وجل، لأن الله وعد المتقين فقال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها، عن إيش؟ عن النار، مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فيا أحبابي لا ننشغل عن الله عز وجل يا أخوان، تكفون يا جماعة، لا ننسى الله، ترى حنا غصنا في الدنيا، الواحد إنه يقعد قدام الجوال الساعات، وقدام الألعاب الساعات، وفي المجال الساعات، وقليل أصبح ذكرنا لله. ليه يا أخوان؟ حنا مستغنين عن الله؟ لا والله ما احنا مستغنين. لا تنسى الله، رزقك عند الله، سعادتك عند الله، صلاح عيالك عند الله، شفاءك من كل داء عند الله، ويوم القيامة لا ينفعك إلا الله، وإذا مريت على جهنم لا ينفعك إلا الله. ولذلك ارتبط بالله، أوصيك بوصيتي: لا تتهاون في أمر الصلاة مهما كان، مهما أخطيت، مهما أذنبت، مهما سويت، الصلاة لا تتهاون فيها. ليه؟ لأنها الحبل الذي يربطك بالله عز وجل. من حب الله فيها إنه فرضها من فوق سبع سماوات وحطها خمس مرات في اليوم والليلة. ليه؟ لكي تكون دائما ارتباط بالله عز وجل. فمهما أخطأت لا تخلي الصلاة، واجتهد أن تكون على أكمل وجه. ليه؟ لأن العبد إذا أتى يوم القيامة أول ما يحاسب عنه إيش؟ الصلاة. فإن صلحت صلح العمل كله، وإن فسدت فسد العمل كله. هذه الأولى. الثانية: لا تجعل ربنا ينساك، اجعله دائما يذكرك. كيف دائما يذكرك؟ هو اللي قال لنا الله عز وجل، قال: وأنا معه حيث ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الملأ الذي ذكرني فيه. فلا ينقطع لسانك عن ذكر الله. اقرأ وردك في الصباح، وردك في العصر، أذكارك بعد الصلاة، من وقت لوقت حاول تقرأ لك آية، تستغفر، سبح، دائما أذكر الله. ليه؟ لأن الذكر يربطك بالله، الذكر يملأ قلبك بالحسنات والأعمال الصالحات. إذا امتلأ قلبك بالحسنات يضعف كيد الشيطان ولا يغلبك الشيطان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن العبد ليغني شيطانه، يعني يتعب شيطانه، كما يغني أحدكم بعيرة في السفر. يعني أنت اللي تستطيع تخلي شيطانك ضعيف، وأنت اللي تستطيع تخلي شيطانك قوي. وش اللي قوي وش اللي ضعفه؟ إذا كثرت الأعمال الصالحة قل وضعف كيد الشيطان، وإذا قلت الأعمال الصالحة قوي. ولذلك ابن مسعود كان يقول كلام جميل حول هذا الموضوع، يقول: تقابل شيطانان، شيطان قوي وشيطان ضعيف. فالشيطان القوي يسأل الشيطان الضعيف فيقول له: أنت ضعيف الآن، كيف تستطيع أنك تسيطر على قرينك وأنت ضعيف ما فيك حيل؟ فقال: إني ارتبطت مع إنسان دائم الذكر، يدخل البيت فيقول بسم الله فأخرج، يخرج من البيت فيقول بسم الله فيرتبط بالله، يأكل فيسمي، يشرب فيسمي، ينام فيسمي، دائما
أنا ضعيف، وكلما جمعت لي شوية ذنوب استغفر فمسحها. قال وأنت؟ قال أنا مع إنسان لا يذكر الله إلا قليلا. ما شاء الله، مسلم الأمور، لا يسبح في أكل، ولا يسمي عند دخول منزل، ولا يسمي عند خلال. فأنا معه آكل وأشرب وأنام وأركب وأرتاح. فكل واحد منا الآن يفتش على شياطين الإخوة، كيف شيطانك؟ انتبه، لا يغلبك الشيطان. خلاصة ما مضى يا إخوة، الله رحيم لكنه إن غضب مشكلة، وهو ربي عز وجل لا يريد منك أكثر أن تأتي إليه وأنت موحد. احفظ توحيدك، الشيطان لن يترك، سيجتهد الشيطان أن يبعدك عن الله، فاجتهد أنت أن تكون قريب من الله. حافظ على صلاتك وحافظ على ذكرك وأبشر بالخير من الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى قريب ممن دعاه، أسهل من تتعامل معه هو الله عز وجل. رحمته سبقت غضبه، إن ذكرته ذكرك، إن أقبلت إليه أقبل إليك، فقط اطرق الباب. أسأل الله يا أحبابي في هذه اللحظة المباركة، إن كان من بيننا نحن الذين في المسجد خاصة، أو من أحبابنا أو أقاربنا أولادنا وزوجاتنا وجميع أحبابنا، أحد مقصر في الصلاة، يا رب اشرح صدره واهدي قلبه ونور بصيرته ورده يا ربي إليك ردا جميلا. وإن كان من بيننا أو من أحبابنا أحد مصر على أي ذنب من الذنوب، اللهم افتح على قلبه ونور بصيرته ورده إليك ردا جميلا. جزاكم الله خير إخواني على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نبينا محمد. نبينا.